سيد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، أن تضرب قدسية أي شخصية إلهية، هو مثلنا بحجة قل إنما أنا بشر مثلكم. سلسلة من الاعتراضات على رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان النبي صلى الله عليه ينبههم ويبصرهم بأن هذا الاعتراض هو اعتراض على ماذا؟ على الله تعالى، إن هو إلا وحي يوحى. وكانت الطامة الكبرى في يوم الرزية عندما نادى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا ما هو مرصود في كتب الفريقين: ائتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. يقول ابن عباس: فقام رجل ليأتي للنبي صلى الله عليه وآله بما طلب، فجذبه الرجل الثاني بقوة وقال: مه لا تفعل، إن النبي ليهجور. أمل أضاء وفرصة ذهبية قتلتهما ويلاي قولة يهجر. تقول الرواية: فأغشي على رسول الله صلى الله عليه وآله من هول تلك الكلمة. تعرف ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله يعلم أن هذا التجرؤ سوف يجر سلسلة من التجرؤات على أهل بيته، وقد حصل. وكثر اللغط والهرج والمرج وارتفع الصراخ، فلما أفاق النبي صلى الله عليه وآله قال بعضهم: أنا أتي لك يا رسول الله بما طلبت. قال: أما بعد الذي قلتم فلا، غير مؤهلين، لأن عدم ردكم على هذا الرجل بما يستحق الموقف من متانة وخطورة يدل على عدم مؤهليتكم، لكني أعطيكم ضمانة أخرى، أذكركم الله في أهل بيتي. هذا موجود في صحيح البخاري 3 مرات: أذكركم الله في أهل بيتي، باب فاطمة بابي وحجابها حجابي، فمن هتك حجابها فقد هتك حجابي، ومن هتك حجابي فقد هتك حجاب الله. والنبي لما يقبر ولما تجف نداوة تربته، وإذا هم يهجمون على دار فاطمة بأبي وأمي، وليست هجمة عادية عابرة، هجوما أدى إلى كسر ضلعها بأبي وأمي، إلى إجهاض جنينها، إلى إنبات المسمار في صدرها، إلى أن تلتحق به عن قريب بأبي وأمي. تقول الرواية: ثم دعا علي عليه السلام إلي إلي يا علي، أدناه إليه، أدخله معه تحت لحافه، أسر إليه وأخذ يوصيه بوصايا متعددة، ثم التفت إلى أهل بيته مودعا. تقول الرواية: فلما جاءت الزهراء انكبت على صدره منادية: وكرباه لكربك يا رسول الله. أخذ يعلمه بما يجري عليهم من بعده: صبرا صبرا، من بعدي أهل بيتي. انفتح راس المرتضى بالسيف نصين، والحسن بسموم الأعادي غيله البان، وما الشمر بن عال يتربع على حسن.
ثم التفت إلى فاطمة واعتصر قلبه بأبي وأمي وهو ينظر إلى الزهراء ويخبرها بما يجري عليها. شني أشوف بنار بيتك حارقنا، شني أشوف الضلع منك كاسرين، بعلك يا بنتي بالحمايل قايدينا، وانتين خلفه صارخة خلوا علينا، فرقايبة خليت يا بنتين حيلة، والضرب بس سويت يا زهرة عليلة، لكن يا فاطم مدتك ما هي طويلة، أول من أهل انتين من يقبل علي، هلت مدامعها يا زكية وصاحت بصوت يا ليت قبلك يا الأبو يا عاجلني الموت، ولا يشوف من شخصاياك خلية هاي البيوت، يصعب فراقك يا رسول الله علي، هلت مدامع هزكي وصاحت بصوت يا ليت قبلك يا الأبو عجلني المر، ولا شوف من شخصك خلي هاي البيوت، يصعب فراقك يا رسول الله علي، هلت دموع وصاح يا ست النساوي، يا نور عيني حضر لي الحسن، اتودعا منهم قبل فرق البيت، ويحفظكم الله عقب عيني بالسوية، بينما الحسن عن يمينه الحسين عن شماله، الزهراء بين يديه ورأسه في حجر أمير المؤمنين، وإذا بطارق يطرق الباب، قام أمير المؤمنين فتح الباب، وإذا به رجل: يا أبا الحسن السلام عليكم يا معدن الرسالة ومختلف الملائكة، أريد الدخول على رسول الله. قال: يا هذا لا ينبغي الدخول عليه فإنه مشغول بنفسه، الزهرة حاضرة عنده. قال: لا بد من الدخول عليه يا علي. جاء إلى رسول الله: يا رسول الله، رجل واقف بالباب يريد الدخول، ولن واحد على الباب يتخفى بكلامه، ينادي أهل بيت النبوة والإمام، الله دخلون على المظلل بالغمة، أطلب الرخصة على النبي سيد الكون، نادى النبي: قومي يا زهرة وافتح الباب، هذا الذي ما يهاب من حاجب بو، يا أم الحسن هذا المفرق بين، هذا موقف صعب على الزهرة بأبي وأمي، وهي تسمع أن ملك الموت يدخل على أبيها،
لكن موقف أصعب من ذلك عندما رأته مسجى على ساجة المغتسل. كيف تفطر قلب الزهرة وهي تنظر على أبيها رسول الله خاتم النبيين قطب دائرة الوجود مسجى على ساجة المغتسل؟ أخذت تنادي وأبتا وضيعتنا بعلك يا رسول الله، اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية، على المغتسل ممدود يا خير الب يا مرتضى اكشف لي عن الوالي شيل الجفن عن غرته ودع عليته هذا الحسن مشعوب قلب انظر لحاله وهذا الشهيد حسين عبرات جري يلي تغسل والدي وين الأعمى فوق المنابر ما حلي حلو الجهة قبل نتشيله خله تودعه منا بعد ما نرتجي للبجية بهداي قلب جسم ابراهيم بهداي وانت يا ابن عباس بالهون اسجب الماي طول على المغسل شعبني وفتت حشاي وما هي إلا ليال وإذا بالزهراء توصل الشكاية إلى رسول الله رسول الله ليتك حاضر تنظر ماذا فعلت أمتك بابنتك وبضعتك الزهراء. تقول الروايات دخلوا عليها وهي محتمية بين الباب والجدار. يقول فلما أحسستها خلف الباب وضعت ظهري بكامل قوتي واتكأت برجلي على الباب حتى عصرتها عصر وأنت وصرخت هو محمد ترضى يا ابو ابراهيم عدوانك يضربني وترضى العبيد قنفذ مسطي والرميم ترضى يا ابو ابراهيم ترضى يضربوني ترضى ترضى يا ابو يا باب بيتي يشعلوني النار وبغير ذن مني يا بويا يدخلوني ترضى يا ابو ابراهيم ترضى يا ابو خفيتني للباب والحايط لجيل ستري سوى يا زهراء هجموا علي ونبتوا المسمار
وهذا الباب يا مرسول يشهد بأن الضلع بالتكسير مشتد. طلبت وداع وتنادي يا الأبو قوم يا الأبو قوم هجمة القوم. انت والي وسنادي قلبي مألوم قلبي مألوم امتني هموم. الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفين. إلهي بيتم الزهراء.